الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 36 من الكتاب 40 كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه. ونحو يعني ايه؟ يعني الذي يعاني من امراض معديه. يبقى نحو المجذوم هو كل من يمرض بمرض معدي، الانسان يجتنب فتره مرضه حتى لا يتعرض للضرر، من باب الاخذ بالاسباب، مع العلم بان لا عدوى ولا طيره، ولكن النبي يقول من باب الاحتياط والاخذ بالاسباب تعبدا، وفر من المجذوم فرارك من الاسد. يبقى اجتناب المجذوم شريعة، ولا عدوى ولا طيرة حقيقة، فالنبي جاء بالشريعة والحقيقة، والشريعة هي الحكمة، والحقيقة هي فعل الله بلا سبب ولا علة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 58 بعد 905 آلاف، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف، وفد ثقيف لهم أهل الطائف، كان في وفد ثقيف رجل مجذوم يعني يعاني من الجذام، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع، يعني لم يصافحه بيده ولم يختلط به، قال له من بعيد لبعيد كده إنا قد بايعناك فارجع. يبقى النبي يعلمنا الاحتياط والأخذ بالأسباب مع عدم التوكل عليها، لقوله لا عدوى ولا طيرة. وإن كان حدث أن النبي أكل مع مجذوم، يعني في أحداث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وكان معه مجذوم يأكل من نفس الصفح والنبي أكل معه، لبيان أن النهي عن مخالطة المجذوم للاستحباب والإرشاد لا للوجوب. باب قتل الحيات وغيرها، يعني وغيرها من كل مؤذي، قتل الحيات وغيرها أي من كل مؤذي، كالعقارب وكالفئران والسحالي والوزغ اللي هو الأبراص وغير ذلك مما هو يؤذي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. ذي الطفيتين يعني صاحب الخطين من الحيات، في أنواع من الحيات تلاقي على ظهرها خطين كده بالطول، دول من الحيات شديدة السمية، فالنبي أمر بقتلها لأنه يلتمس البصر، يعني يبخ سمه في بصر الإنسان فيصيبه بالعمى، وأيضا إيه يصيب الحبل يعني يسقط المرأة الحامل، يصيب الحبل يعني يسقط الحوامل، إما من شدة الخوف من رؤيته أو من أثر سمه.
يبقى النبي نهى عن مثل هذه الحيات شديدة السمية، وهناك نوع من الحيات تسمى الناظر، الناظر يعني إذا وقع بصره على بصرك في خط واحد قتل من إيه؟ من نظر إليه، يسموه الناظر، يقتل بالنظرة. في نوع من الحيات كده من غرائب الحيات يسموه الناظر، بمجرد النظر، إذا وقع نظرك في نظره خط كده يقتله في الحال، نوع من الحيات النادرة. يعني أنا سمعت مرة في برنامج إيه عالم الحيوان بيتكلم على أنواع من الحيات تقتل بالنظرة، وجاب بقى صور ليها حاجات كده غريبة عجائب، ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه يخطف البصر. فربنا ينجينا. وهي اصلا الحيات والحاجات كل الهوام والحشرات والحيوانات المؤذية خلقها الله لأهل النار يعذبون بها، وجعل لنا مثال منها في الدنيا حتى نتجنبها ونبتعد عنها ونعوذ من عذاب الله، لكن هي اصلا مخلوقة لأهل النار يعذبون بها. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر نوع من الحيات قصير الذنب أو بلا ذنب، يعني بلا ذيل، وبعضه يكون لونه أزرق، وهو أيضا شديد السمية، شديد السمية. وعن أبي قال وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة ابن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت اللي هي العوامر. ذوات البيوت العوامر دي نوع من الحيات الصغيرة غير سامة تعيش في البيوت، خصوصا في المدينة في عصر النبي، فالنبي نهى عن قتل هذه العوامر لأن كثير من الجن أسلم وعاش في المدينة في صورة هذه الحيات حتى يأخذ العلم من النبي، فالنبي نهى عن إيه قتل هذه العوامر إلا أن تنذرها 3 أيام، يقول لها أحرج عليكم ألا تؤذونا وألا تظهروا لنا وإلا قتلناكم بعد 3، يقول لهم كده، فإن كانوا من الجن المسلم هيفهم يخرج على طول ويسيبك، ولو ما سمعش الكلام يبقى مش من الجن المسلم، شيطان تقتلها. واضح؟ تكلمها تخاطبها كده، وقيل انك تخاطبها تقول لها ايه اني استحلف او انشدكم بعهد سليمان الا تؤذوننا والا قتلناكم بعد 3، تقول لهم كده، وبعد 3 ايام خلاص اللي تشوفه منها اقتله ما يهمكش منه. كويس؟ لان ايام الصحابه في ولد شاب كان عريس لسه، عريس جديد، وبعدين ايه رايح عند مراته، لقى مراته واقفه على باب البيت وهو كان غيور جدا، بعدين الستات تقف في الشارع احنا، فدخل هيتخانق معاها، ايه اللي مطلعك وانت عروسه كده واقفه؟ اشارت اليه ايه في داخل البيت، فدخل وجد على فراشه حيه، اتريها ايه شافت الحيه خافت طلعت بر، فدخل عليها فقتلها فمات في الحال. فالنبي نهى عن ان تقتل حتى تؤذن. يبدو ان الجن قتلوه لانها كانت من الجن فقتلها دون ان يؤذنها فقتلوه، فالنبي نهى ان تقتل ايه العوامر اللي هي في البيوت الا ان تؤذن 3، يعني تحذرهم الاول. بعض العلماء قالوا ان هذا كان خاص بالمدينة في حال حياة النبي لانهم جاءوا يتعلمون الدين، وأنه بعد ذلك تقتل بلا إنذار. وبعد العلماء قالوا لا، بل تنذر حتى ولو بعد وفاة النبي، وهذا خاص بالمدينة دون سائر البلدان. وبعد العلماء قالوا لا، بل هو في سائر البلدان.
فهمت بقى؟ يعني فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قالوا في المدينة في حال حياة النبي بس، وده حكم خاص نظرا لأن الجن المسلم جاء وسكن المدينة في عصر النبي ليتعلم وصاروا من الصحابة، أو أنها خاصة بالمدينة طول الزمان لأن حتى الجن المسلم يحب أن يأوي في المدينة حيث فيها مسجد النبي وقبر النبي كسائر المسلمين يتوقون إلى سكن المدينة، وبالتالي تكون خاصة بالمدينة دون سائر البلدان حتى ولو بعد وفاة النبي فلا بد أن تنذر. وبعض العلماء قالوا أن الإسلام ينتشر في كل البلاد وأن الجن المسلم يعيش في كل البلاد يتعلم من بني آدم، وبالتالي تنذره في أي بلد. واضح؟ يبقى فيها خلاف، والأحوط أنك تنذرهم في أي بلد. تنذرهم بالكلمات دي او مترجمه لانها ليست قرانا، لك ان تترجمها بلغتك لان الجن اللي عايش في بلدك بيتكلم لغتك. كل واحد كده، جن عايش في امريكا هيتكلم عربي، هيتكلم امريكاني انجليزي، جن عايش في المانيا هيتكلم الماني، ما هي كده، وبيتكلموا لغه البلد اللي عايشين فيها. فهمت؟ ما هو زينا. فهمت؟ فتكلموا بلغتك، ولا هتجيب له مترجم يعني؟ بلغتك، تكلموا بلغتك عادي، هو ربنا هيوصله. واي حاجه تولد في البيت تسمى عمر؟ غير السامه، غير السامه دي جنان البيوت، اسمها جنان البيوت، تلاقي ايه تلف كده وتجري كده. انا فاكر وانا صغير طفل صغير كنت في بلدنا، كنت قاعد لقوا حيه جنبي كده حمراء رفيعه صغيره، جه عمي قتلها على طول، خايف خاف، لكن ايه، فجاء جدي قال له ليه قتلتها؟ دي ما بتعملش حاجه. فاهم؟ يعني معروفه انها غير سامه. فاهم؟ دي سموها عوامر البيوت، تلاقيها في الارياف، موجوده في الارياف وفي الحتت، لكن في المدن لان مع السكنه الكثيره وكثره الناس تلاقي ايه الحيات وكده ايه تهاجر، ما تقدرش تهاجر. مش ايه سيدنا موسى ايه لما رمى العصا ايه ظنها جان، جان يعني ايه؟ يعني حيه بتجري كده. جان مش جن يعني عفريت، لا، جان يعني جنان البيوت اللي هي ايه حيات البيوت التي إيه تسير مسرعة هكذا ايه كالحية كالثعبان، يعني نوع من الثعابين يعني. يسموها ذوات البيوت لانها عوامر البيوت، تعيش في البيوت، تاخد لها جحر كده وتعيش. يبقى قد نهى عن ذوات البيوت ليس مطلقا، يبقى النبي نهى عن ذوات البيوت قتلها الا بعد انذارها 3 ايام. وعن ابي قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بقتل الكلاب، يقول اقتلوا الحيات والكلاب. يبقى ده كان امر اولي، قتل الكلاب ده كان امر بالاول، ثم جاء سيدنا جبريل وقال ما لك والكلاب فانها امه من الامم. فالنبي بعد ذلك امر بعدم قتلها الا العقور، العقور اللي هو ايه المسعور يعني اللي بيعض الناس، هو ده بس اللي يقتل من الكلاب، اما باقي الكلاب فبتعمل توازن في البيئه والا هتستوحش القطط، ولو قتلنا القطط تستوحش الفئران، فكل حاجه في توازن في البيئه، فلا بد انك انت تترك هذه البيئه ايه متوازن. بيقولوا قتلوا القطط في نادي الجزيره، مش كده كانوا كتبوا؟ ان شاء الله بعد كده هيلاقوا نادي الجزيرة والناس قاعدين الفيران ماشية تحت رجلين الناس، بعد كده هيستوردوا قطط. ما عندهمش عقل ان القطط دي يعني معمولة توازن في البيئة انها تمنع ايه يعني استفحال الفئران، لان الفئران تتوالد بسرعة وتتكاثر بسرعة، فربنا جعل لكل قبيلة من الحيوانات قبيلة اخرى تحدد ايه تكاثرها حتى لا تطغى ويحصل مشاكل وطغيان، اللي بيسموه علماء البيئه الوقت التوازن البيئي، ان كل حاجه موزونه وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بقتل الكلاب، يقول اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والابتر فانهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال الزهري ونرى ذلك من سميهما، يعني سبب الحكايه دي شده السم بتاعها، من سم
عمّيهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. سيدنا عبد الله بن عمر بقى لما سمع قتل الحياة أي حية يشوفها يجري وراها لما يقتلها. فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. وانتوا لسه احنا قاريين الحية اللي ظهرت في منى والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اقتلوها. فهي اختبأت في جح، فقال ايه؟ كفيتم شرها، واخد بالك ازاي؟ وكفيت شركم. ما قال لهمش يعني ادخلوا وراء الجحر صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني اقتل ما يتعرض لك منها بس، لكن لا ايضا لا تحاول ايضا انك انت تبيد الحياة ابادة تامة، والا هتبص تلاقي يحصل عدم توازن في البيئة، لانها برضو بتضبط البيئة من نواحي اخرى، بتمنع انتشار دواب اخرى وهكذا. فربك سبحانه وتعالى خلق الارض بطريقة فيها نوع من التوازن، بحيث لا يطغى ايه مخلوق على مخلوق اخر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. وعن ابي قال: وحدثنيه حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الاسناد، غير ان صالحا قال: حتى راني ابو لبابه ابن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال انه قد نهى عن ذوات البيوت. وفي حديث يونس: اقتلوا الحيات، ولم يقل ذات تفيتين والابتر. وتقتل الحيات في الحل والحرم للمحرم وغير المحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم انه يقتل الفواسق السبع، من الفاره والكلب العقور والحيه والعقرب والحدقه، احنا خدناها قبل كده في كتاب الحج الحاجات دي، لان هذه الاشياء شديده الضرر لابن ادم. وعن ابي قال: وحدثني محمد بن رمح قال اخبرنا الليث حيا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع ان ابا لبابة كلم ابن عمر رضي الله عنهم ليفتح له بابا في داره يستقرب به الى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان. جلد جان، انت عارف ان التعابين بتغير جلدها. فاول هو سيدنا عبد الله ابن عمر عايز يعمل خوخه، يعني باب صغير كده في الجدار اللي مواجه للمسجد، عشان ايه؟ يروح المسجد بسهوله، بدل ما يخرج من هنا ويلف بقى على ما يروح الجامع، عايز يعمل جدار كده. فجاب ابو لبابه الزار، كان شغال في المعمار ايام، قال له ايه؟ افتح لي باب هنا. مقاول بقى بيتقاولوا عليه، واخد بالك ازاي؟ فعمل له الباب، وهو بيكسر الحيطه لقى جلد جان، جلد تعبان، يبقى هنا في تعبان عايش. فهمت بقى ازاي؟ فوجد الغلمة، الغلمة اللي هم العيال الصبيان اللي ايه؟ اللي شغالين في فتح الباب. العيال الصنايعية. فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، دوروا عليها تقولي ده، اقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. وعن ابي قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا ابو لبابه ابن عبد المنذر البدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فامسك. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع انه سمع ابا لبابه يخبر ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. وعن ابي قال: وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن ابي لبابه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حاء
قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن أبا لبابة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. وده نهي إرشاد، يعني لو قتلها ما عملش حرمة، نهي إرشاد، يعني نهي الكراهة فقط، إرشاد بس. افرض خايف وقتلها، هل ما أقدرش أعيش أنا وهي معايا راحة جاية كده قدامها؟ ما أقدرش أنا أعيش. ولادي تخاف وقتلها، ما عملش مخالفة كبيرة، مش بضع ضلالة في النار بقى ونعملها الحكاية، لا مش كده يعني، فهمت؟ يبقى ده اسمه نهي إرشاد. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له، يعني باب صغير في الجدار، خوخة يعني باب صغير، إذا هم بحية من عوامر البيوت، إذا هم بحية، إذا الفجائية يعني إذا فوجئوا بإيه؟ بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين يعني السم منهم يعني، وقيل هما اللذان يلتمعان البصرة ويطرحان أولاد النساء. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما عند هدم له فرأى وبيصجان بريق، يعني وبيصجان يعني بريق، فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ويتتبعان ما في بطون النساء. وعن أبي قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر رضي الله عنهم وهو عند الأطم التي عند دار عمر بن الخطاب، الأطم اللي هي الحصون يعني أو الأسوار العالية، وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد. وعن أبي قال يرصدها يعني يتابعها إيه حتى يقتلها، يعني هذا معنى يرصدها. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا. غار هنا غار في منى، نزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة، وكانوا بياخدوها يتلقوها من فم النبي رطبة، يعني لسه أول مرة يسمعوها سورة المرسلات مكية، يبقى كانوا لسه في مكة ما كانوش لسه هجروا. فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية، إذ الفجائية إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. ما قال لهمش بقى اتبعوها يعني خلاص، يبقى الامر بقتلها امر ايه؟ ارشاد، وليس امر حتمي عباده لازم ونفجر الجبل ونجيب ديناميت ونجيب مش عارف ايه زي بتوع داعش يقروا الحديث ده هيروحوا يفجروا كل الجبال. هي الغبيه، هي عندهم غباوه في فهم النصوص. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش في هذا الإسناد بمثله. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنن. يبقى المحرم أهو يقتل، مع أن الصيد البر حرام للمحرم إلا الفواسق، الفواسق اللي هي المضرة، يبقى هنا محرم وفي الحرم، منها من الحرم وهو محرم ويقتلها، يبقى تقتل في الحل والحرم،
من المحرم ومن غيره، واضح؟ وعن أبي قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله، عبد الله هنا عبد الله بن مسعود، قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. سمع حركة عراجين، العرجون ده اللي هو بيبقى فيه الشماريخ بتاعة البلح التمر، عارف انت لما تقطع العرجون ده اللي عبارة عن عنقود البلح، فهو حاطط عناقيد بلح تحت اسمها عراجين وقاعد مستنيين ما خلص صلاة، سمع ايه حركة كده فعرف ان في حشرة او حاجة متحركة كويس، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس وهو في الصلاة، أشار إلي أن اجلس، يبقى الإشارة في الصلاة المفهمة ليست كلاما لأن الكلام في الصلاة يبطلها، يبقى الإشارة المفهمة في الصلاة أثناء الصلاة لإيه؟ ليست كلاما، وإن كانت في العقود كلام، عند أداء العقود الإشارة المفهمة كلام لكن في الصلاة ليست كلاما. يعني لو واحد بيقول لي تشتري هذه السيارة مني فقلت له انعقد البيع، الإشارة المفهمة عند عقود البيع والشراء كلام كاللفظ خصوصا من أخرس، فهم؟ إلا للمصلي، فإذا أشار إشارة مفهمة في أثناء صلاة ليست كلاما لأن الكلام أثناء الصلاة مبطل، يبقى يخرج منها الإشارة المفهمة، واضح؟ والنبي كان يشير في صلاته، كان حد يسلم عليه يرد عليه السلام كده، عايز يا واحد ينصرف والنبي عايزه يشير له كده يعني انتظر. هنا برضو بيصلي الصحابي اللي هو سيدنا ابي سعيد الخدري وقام بيصلي، خدت بالك؟ وبعدين ايه الراجل قاعد مستني لقى تعبان، قام سيدنا ابي سعيد قال له اقعد يعني اقعد سيبه يعني انا بربيه الظاهر اللي بيقول انا بربيه. فوتبت لاقتلها فاشار الي ان اجلس فجلست فلما انصرف اشار الى بيت في الدار فقال اترى هذا البيت؟ قال له ايه؟ قال له شايف البيت اللي هناك ده؟ ابو سعيد بيحكي للرجل اترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، يعني كان فتى عريس شاب، قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق، كانت ايام غزوه الخندق، فكان ذلك الفتى يستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصاف النهار فيرجع الى اهله، كان كل نص النهار وعريس يقعد يحفر في الخندق يجي نص النهار يستاذن النبي يروح يشوف بيته، مراته عايشه لوحدها وعريس جديد عشان يؤنسها وكده، لان العروسه الجديده تبقى لسه مستوحشه البيت، لسه ساكنه في بيت جديد وبعدت عن اهلها وسنها صغير فتحتاج حد يؤنسها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك، النبي قال له خذ معك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة، لأن كان بيته إيه قرب بني قريضة اليهود، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، لقاها واقفة بره في الشارع، إيه ده؟ هو الراجل بقى إيه يعني ما يحبش مراته تبقى في الشارع خصوصا عروسة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره، معاه رمح كده زي العصاية عايز بقى ينغزها بيه يعني يعاقبها مش يقتلها يعني، أصله مش من داعش هو، يعني إيه تأديبا لها زي ما تقول ينغزها كده يعني، إزاي واقفة كده بره في الشارع كده وأنت عروسة كده وبتاع وأنا راجل بغير، فهمت إزاي؟ فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره، فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، قالت له بالراحة شوف جوه في ايه مصيبة جوه، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، ده جايله من ماليزيا
ماليزيا دي فيها ايه الحياه الضخمه كبيره دي. رحت انا شفت بيت التعابين هناك، واخد بالك عندهم حاجات غريبه الشكل سبحان الله، ما شفناهاش الا في التلفزيون قبل كده. فدخل فاذا بحيه عظيمه منتويه على الفراش، فاهوى اليها بالرمح فانتظمها، يعني طعنها، ثم خرج فوكزه في الدار فاضطربت عليه. ثم خرج فوكزه في الدار، خرج وكز الرمح حطه كده في الدار وقعد. الحيه كان لسه فيها روح اللي هي المطعونه دي، راحت هجمت عليه قتلته وماتت، ماتوا هما الاثنين. فين؟ فاضطربت عليه فما يدرى ايهما كان اسرع موتا، الحيه ام الفتى. قال فجئنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا ادعو الله يحييه لنا. فقال استغفروا لصاحبكم. ثم شفت اهلك يطلبوا من النبي اشياء غريبه، لان عارفين ده النبي يا عم، يعني حاجه كده على غيرها في العاده، وفي حد بيموت يحيى ثاني، لكن ده النبي يا عم، ربنا يستجيب دعاءه. فقالوا للنبي يا رسول الله ادعو الله يحييه لنا. واخد بالك؟ لو كان واحد وهابي يقول لك اللي بيحيي ويميت ده ربنا، تقول للنبي يحييه، انت كافر. ما هو العيال الوهابيه كده بيدوروا يكفروا الناس ازاي؟ ايه؟ فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال ان بالمدينه جنا قد اسلموا، فاذا رايتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت أسماء بن ابن عبيد، أسماء ابن عبيد، خد بالك أسماء ده اسم إيه، بنت وراجل، اسم ذكر وأنثى يعني، هنا أسماء ده ذكر. قال سمعت أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب، وهو عندنا أبو السائب، قال دخلنا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا فإذا حية، وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي، وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه 3، فإن بدا له بعده فليقتله فإنه شيطان. ونقف على باب استحباب قتل الوزغ اللي هو البرص غدا إن شاء الله. المصريين يقول لك حبة برص وعشرة خرص، البرص ده اللي هو الوزغ. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.